جدا في تكوين شخصيتي قبل التحاقي بالحياه العسكريه والكليه الحربيه. انا طبعا كنت بلعب هاندبول في او كره يد في نادي الطيران، يمكن من كان عمري 7 أو 8 سنوات. نادي الطيران من الانديه العريقه جدا في الهاندبول، وطبعا رياضه الهاندبول رياضه عريقه في مصر اصلا. لعبت لمده 11 سنه تقريبا حتى التحاقي بالكليه الحربيه. كملت في كلية حربية في فريق الكلية ثم فريق نادي الجيش أو جهاز الرياضة. كان للرياضة هي أول حاجة لما بنلتحق بالكليات العسكرية، أول حاجة بنتسأل عليها الرياضة اللي أنت كنت بتلعبها. القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية بتولي اهتماما خاصا بالرياضة، فكان ليها دور كبير جدا، خلتني أكون يمكن واحد من الأوائل في دفعتي. ساعدتني أن أنا أتفوق بالإضافة إلى اللغة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمشاركة في تدريب مشترك في الكلية الحربية الأمريكية. فالرياضة هي كانت عامل أساسي في تكوين الشخصية بالنسبة لي.